الله الواحد آمين. نشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل هذا اليوم الجميل، ومن أجل يا ربي إنك فتحت لنا الكنيسة شوية، ونأمل يا ربي إنك تفتحها لنا خالص عشان كلنا نيجي ونتمتع بيها. يا إلهنا الصالح، بركة خاصة لكل إنسان، تحنن يا رب علينا، انظر يا ربي بمراحمك لكل واحد وكل واحدة يا ربي، أعطينا بركة خاصة، خلي يا ربي كل إنسان يقرب منك ويتمتع بالحياة معاك. طلبة خاصة يا ربي من أجل الأطفال والشباب وكل الأسر، يا ربي ساعدهم في كل حاجة بيعملوها. ونطلب يا ربي طلبة خاصة من أجل المحتاجين في مصر وفي السودان، أنت يا ربي الرازق، وأنت يا ربي المعطي جميع الخيرات. اذكرنا بمرحمك، اذكرنا بشفاعة العذراء مريم وكل مصاف القديسين، واسمعنا عندما نادي الأب باسمك ونقول يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. أهلا بكم مرة تانية. هنسمع تراتيل جميلة من أنجي، نشكرها جزيل الشكر. اتفضلي حضرتك. Thank you, أبو. العفو. كنيستي أرجو لك من عزة الإله، خلاص كل الشعب يا سفينة النجاة، عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء، تعهد الكرمة بالخصب وبالنماء، ليحفظ الرب لك عهدا على الدوام، وليملأ الإله أبراجك بالسلام، عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء، تعهد الكرمة بالخصب وبالنماء، أطلب راحة لك في قصرك رحبي، دوما لأكل إخوتي والأهل والصحب، عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء، تعهد الكرمة بالخصب وبالنماء، من أجل بيت الله أطلب لك الخيرات، قلت آنسا
فوزا لك من مصدر القوات. عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء، تهد القرمات تاب الخصب وبالنماء. أنت إلهنا القوي المنجد المعين، عونك ملجأ لنا وحصننا حصين. عد يا إلهي واطلع وانظر من السماء، تعهد القرمة تاب الخصب وبالنماء. يا رسول المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. يا رسول المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. بالتعب والدموع نشرتم نور يسوع، بالتعب والدموع نشرتم نور يسوع، وكنتم لينا شموع. يا رسل المسيح، يا رسل المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. يا رسول المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. بالسجن رضيتم وبالآلم فرحتم، بالسجن رضيتم وبالآلم فرحتم، والفردوس دخلتم. يا رسل المسيح، يا رسل المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. يا رسل المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. عاوزينكم تفتكرونا قدام يسوع فادينا، عاوزينكم تفتكرونا قدام يسوع فادينا، علشان يبارك فينا. يا رسل المسيح، يا رسل المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. يا رسل المسيح طوباكم بالأكاليل، عند يسوع دخلتم بالفرح والتهليل. جزيل الشكر لحضرتك، شكرا جزيلا، ترتيلتين حلوين خالص وفي الموضوع، نشكرك خالص خالص، ربنا يخليك. Thank you. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور كلها آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عيد كبير جدا من أكبر الأعياد في الكنيسة، وهو عيد حلول الروح القدس على التلاميذ الأطهار وتأسيس الكنيسة أو ميلاد الكنيسة. كل مرة بنطيع ربنا بناخد بركة كبيرة جدا. فقال لتلاميذه: لا تبرحوا أورشليم قبل أن تلبسوا قوة من الأعالي. طب يا رب، ده احنا كنا خايفين قبل كده بعد الصليب، كنا قافلين الأبواب والأبواب مغلقة. قال: لا،
صدرت الأمر من المسيح لا تبرحوا أورشليم. طيب حاضر. وكانت النتيجة مهولة جدا، حضور الروح القدس والامتلاء من الروح القدس وعصر بداية الروح القدس في خلاص النفوس. العصر اللي سماه معلمنا بولس تبقى النفوس المؤمنين: أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. وهو ده موضوع تأملنا، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. دي العهد الجديد اللي احنا فيه لما جه الروح القدس وأصبح كل واحد وكل واحدة ساكن جواه روح ربنا. عاوزين نتأمل في الحكاية دي حسب ما يدينا ربنا. أول حاجة إن قطع الساعة الثالثة كلنا حافظينها: لروحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين وروسك المكرمين في الساعة الثالثة. الساعة الثالثة يعني 9 من النهار، الساعة 9 الصبح. هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جدده في أعشائنا. قطع الساعة الثالثة دي أكتر قطع بنصليها في الأجبية، فهي قطع الساعة الثالثة. وأيضا اللي مننا بيصلي صلاة نص الليل، وأنا كلمت حضراتكم كذا مرة إنك لو الواحد أو الواحدة يتعود على صلاة نص الليل هيهدى جدا، هتكون سبب في هدوء كبير قوي قوي. ففي صلاة نص الليل الخدمة الأولى والتانية والتالتة قطع الساعة الثالثة بتتقال فيها. علشان كده هو الكنيسة عايزة تذكرنا ناخد بالنا إن إحنا هياكل الله وروح الله ساكن جوانا. بيعمل إيه ساكن جوانا؟ وكمان الإنجيل بيحذرنا يقول لا تطفئوا الروح. لحسن يكون الواحد فينا أو الواحدة فينا نسي خلاص إنه هو هيكل للروح القدس، ويعمل أي حاجة ويفكر في أي حاجة وهكذا، يبقى طفى الروح القدس أو قاوم الروح القدس. لكن عاوزين نذكر نفسنا: أنتم هياكل الله وروح الله ساكن جواكم. ساكن بيعمل إيه؟ هنشوف ساكن بيعمل إيه. الروح القدس هو روح الآب وروح الابن، وهو منبثق من عند الآب. زي ما بيقول في يوحنا 15: أنا أرسل لكم المعزي. فالروح القدس وظيفته يعزي النفس. أرسل لكم المعزي الروح القدس، روح الحق المنبثق من الآب. فهو منبثق من الآب باستحقاقات دم يسوع المسيح. يعني كان لازم الأول المسيح يصلب ويتمم الفداء ويقوم ويصعد للسماء، عشان كده قال: متى صعدت أرسله إليكم. طيب إمتى بدأ الجسم البشري يستقبل الروح القدس ويوصل لدرجة إنه يبقى هيكل للروح القدس والروح القدس ساكن جواه؟ بدأت الحكاية دي أما السيد المسيح كان بيتعمد من يوحنا المعمدان في اتضاعه الشديد، اتضاع يسوع الشديد. نزل الروح القدس مثل حمامة مستقرا عليه، فأعطى إمكانية للجسم البشري أن يسكن فيه الروح القدس. يعني المسيح له كل المجد، استقبل الروح القدس مرسلا مثل حمامة ومستقرا عليه، عشان يشير إلى بداية إنه البشرية ممكن تستقبل سكن الروح القدس. ده فرق كبير جدا جدا من واحد ساكن فيه الروح القدس واحد لا، أو واحدة ساكنة فيها الروح القدس والتانية لا. فرق ضخم خالص. يعني سكن الروح القدس في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ على هيئة ريح عاصف وألسنة نار، عشان يعلن تأسيس الكنيسة. يعني طريقة إعلان الروح القدس مش بحاجة خفتة كده، لا، بنار.
وريح عاصف، يعني زي ما يكون واحد عاوز يعلن عن فرحة كبيرة قوي. افرض واحد عنده مثلا ابنه نجح، جاب نمرة كبيرة ولا حاجة، عاوز يعمل فرح كبير، عاوز يعمل إعلان. فربنا حب يعمل إعلان كبير جدا بمجيء الروح القدس في العهد الجديد، فحل على هيئة روح عاصف وهيئة ألسنة نار منقسمة على كل واحد جيهم منهم عشان يعلن تأسيس الكنيسة، ويدي الدفعة الأولى للكنيسة اللي على أساسها الكنيسة تنطلق. ففي الساعة 9 من النهار اللي هي بنقول عليها الساعة الثالثة بالأجبية أو بالتقليب بالوقت توقيت اليهودي، يبقى الساعة 9 صباحا، حل الروح القدس بالصورة الجامدة دي جدا على كل التلاميذ. ونتج عن كده إيه؟ تكلموا بكل اللغات. يعني طب ده يعني التلاميذ دول غلابة كده، هو مجموعة صيادين وعشارين وحاجة، يعني ما يعني إيه تخيل. لكن ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا، ربنا عنده كل الخيرات، إدى للتلاميذ دول إنهم يكلموا بكل الألسنة. علشان إيه يا رب؟ قال عشان دول هيكرزوا، أدام هيكرزوا لازم أسهل لهم الأمر. فاعرف كده إن ربنا هيسهل لك الأمر أو هيسهل لك الأمر، اعرف كده إن ربنا هيخلي الأمور ميسرة بالنسبة لك في شغلك وفي شغلك وفي حياتك. عشان كده سهل على التلاميذ الأول شغلانة هيعملوها إن هيكونوا كارزين، أديهم ألسنة بحيث يروحوا في أي حتة يتكلموا بتاعت اللغة بتاعت الناس ديت، عشان تكلموا بكل اللغات علشان يقدروا يكرزوا العالم كله. مش بس كده، كمان أعطاهم مواهب، بالإضافة للغة أعطاهم مواهب، فكانوا هم بيكرزوا أيضا يخليهم يشفوا المرضى ويقيموا الموتى. يعني زي بطرس لما كان عند باب الجميل ولسه يدوبك كانوا هم إيه واخدين الروح القدس في يوم 50 وابتدى يتجول، فراح عند باب الجميل ولقى واحد عمال عند باب الجميل مفلوج وجالس يستعطي. فبطرس قال له إيه؟ قال له أنا ليس لي ذهب ولا فضة، ما عنديش، أنت بتستعطي، لكن الذي لي إياك أعطيه. هتدي له إيه؟ هتدي له من نبع الروح القدس، الروح القدس اللي ادى اللغات، ادى أيضا موهبة الشفاء. قم احمل سريرك باسم يسوع المسيح، باسم المسيح قم احمل سريرك وقوم الراجل اللي كان عند باب الجميل وشفاه. فالروح القدس ادى للتلاميذ لغات، وادى للتلاميذ قوة شفاء، وادى للتلاميذ حتى قوة إقامة موتى. يعني كان يؤيد الكرازة بالآيات التابعة. يعني اوعى انك انت تكون عاوز تخدم وبعدين تقول صعب عليا، ربنا هيساعدك، ربنا هيقويك، هيديلك فوق الوصف. اتجرأ انت بس، اتجرأ قول وانا عايز اخدم ربنا اكتر واكتر، انت ربنا هيديلك. فاداهم كمان إقامة الموتى، يبقى اداهم شفاء المرضى وإقامة الموتى، لدرجة اللي اسمها طبيبة دي كانت ماتت وغسلوها، وبعدين أرسلوا لبطرس رسالة. لو كانوا عارفين إن هو مش هيقدر يقومها، ما كان لا يمكن يتعبوا ويبعتوا رسالة، وخاصة سفر من حتة لحتة. لكن هم حسوا إن ربنا يؤيد الرسل بالآيات التابعة، يديهم قوات عظيمة جدا. وجي بطرس من مكان بعيد خالص خالص بعد ما كانوا غسلوها وخلاص راح يدفنوها، لكن جه بطرس وأقامها وقال لها يا طبيثة قومي. فيا أحبائي، الله يدعم ولاده بالروح القدس الساكن فيهم. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لكن إيه رأيك لما يكون واحد أو واحدة بيخمد الروح القدس، ولا عايز إن هو يفتكر إن فيه روح قدس، ولا يسمع لصوت الروح القدس،
مع ان الانجيل بيقول لا تطفئوا روح الله الساكن جواكم. اتولدت الكنيسه في يوم الخمسين، واستقرت الكنيسه وابتدت عمل الروح القدس كمان يسري فينا احنا كمان. فامتى خدنا الروح القدس احنا؟ احنا خدنا الروح القدس بعد ما تعمدنا، وخدنا الروح القدس في مسحة الميرون، 36 رشمة على كل أعضاء الجسم، على كل مفصل مرتين، وعلى كل فتحة من الجسم. لما تعدهم يطلعوا 36 رشمة، علشان يبقى احنا هيكل الله وروح الله ساكن جوانا من اللحظة دي. ويبتدي الشخص لما ياخد الروح القدس يبتدي يتمتع بسكن الروح القدس. أول حاجة إن الروح القدس يعلمني الصلاة، يعلمني الصلاة، لأن الآية بتقول لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. يا رب ما تسمحش إن الروح القدس يبقى مطفي جوانا، يا رب ما تسمحش إن احنا نعاند في صوت الروح القدس كأنه غير موجود. عاوزين نشعر بسكناه. مش بس يعلمني الصلاة، ودي حاجة كبيرة قوي، يعزيني كمان. اسمه الروح القدس المعزي، وده تعبير قاله المسيح نفسه، بيقول أرسل لكم المعزي. يعني واحد يزعل على حاجة كده، يجي الروح القدس جواه يقول له حوطها لك. يعني ايه اللي حصل؟ يعني انت ايه؟ يعني سماء ما انطبقتش على الارض، هتتحسن الحكايه. يعزيني، يبقى يعلمني الصلاه ويعزيني ويحامي عن نفسي. عشان كده كلمه باراكليت، الروح القدس الباراكليت. الباراكليت دي كلمه يونانيه معناها المدافع على النفس. يكون شياطين بيحاولوا يهجموا عليا، الروح القدس يحاول يدافع عني ويطلعني من المأزق، وتيجي حاجات كده هو الروح القدس يحميني فيها. مرة واحد بيوريني جواب، إن واحدة بعتاله جواب بتقول له بس أنا كل اللي نفسي إن أنا أخد معاك كافي بريك، واحدة في الشغل. فبيقول لي أعمل إيه يا أبونا؟ الست دي أو البت دي بتقول لي أخد معاك كافي بريك. قلت له طب أنت إيه رأيك؟ أنا قبل ما أقول، قال لي بلاش دوش الدماغ، ايه انا هحاول تاخد معايا كافي ليك؟ افتح باب انا ليه كده؟ هو قلت له اللي انت قوله ده مظبوط، انت هتاخد معاك كافي بريك. هو مش هتنتهي على الكافي بريك، هتبتدي انت تتشعلق، وخطوه خطوه تلاقي نفسك وقعت في الخطيه، وخطوه خطوه تلاقي نفسك ديستراكتد ليه كده. فالروح القدس بيدافع على النفس، ده باراكليت، الروح القدس الباراكليت. وإيه كمان؟ يبقى بيعلمني الصلاة وبيعزيني، بيدافع عن النفس. وإيه كمان؟ الروح القدس بياخد نفسي حتة حتة، زي ما يكون تخيلوا إن أم أو أب وعنده طفل، بيعمل إيه مع الطفل ده؟ بيسايس فيه، أو الروح القدس بيسايس في نفسي على قدها، بحيث إنها تنمو حتة حتة. ففي سفر حزقيال، حزقيال 47 بيقول ايه؟ الروح القدس دايما بيشبهوه بالميه، لان الميه بتعطي حياه. فيقول ايه؟ يقول جيت عند الباب الشرقي وكانت ميه عبرني 1000 ذراع، وكانت الميه وصلت الى الكعبين. بس كده؟ يا دوبك يعني وصلت الى الكعبين، بس الروح القدس بيسايس فيا. وبعدين خدني وعبرني 1000 ذراع تانيين. أما عبرني 1000 ذراع تانيين، أصبحت المية وصلت إلى الركبة. إيه ده بقى الحكاية دي؟ دي عمالة بتزيد. الروح القدس بيسايس فيا، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ولا هيطلب مني حاجة زيادة، ولا هيحملني بحاجة زيادة. الروح القدس هياخدني واحدة واحدة. فصار عند الحقوين،
وبعدين خدني 1000 ذراع فصار عند المنتصف بتاع الصدر، وعبرني 1000 ذراع تانيين فصار سباحة. ما خدنيش مرة واحدة لأعماق كبيرة أنا مش هقدر عليها، لكن روح القدس روح الله، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن جواكم، هياخدني واحدة واحدة وهيساعدني في فترة النمو بحيث أن أنا أنمو واحدة واحدة. وإيه كمان؟ وكمان بيتجدد في حياتي، يبقى الروح القدس بيساعدني على النمو والتجديد. فقطع ساعة الثالثة نقول إيه؟ روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين وارسك الأطهار في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا لكن جدده في أعشائنا. التجديد يعني مش هيبقى حاجة مملة الروح القدس ده، ده تجديد، هيديني تجديد الروح القدس، جدده في أعشائنا. يعني أخطر حاجة أن الواحد الروح القدس يبقى ميت جواه، ولا يسامع صوت ربنا، ولا يقدر يوصل للمسيح، ولا يعرف يصلي، مات، مات من جوه. يقوم يا رب قوم كل واحد. أما الروح القدس ما يكون شغال يقول إيه؟ روحك القدوس جدده في أعشائنا، تجديد. وحتى في المزمور 50 اللي هو ارحمني الله كعظيم رحمتك، نيجي في الآخر نقول قلبا نقيا اخلقه فيا الله وروحا مستقيما جدده في أعشائي. يبقى أولا الروح القدس بيعزيني، والروح القدس الساكن جوايا بيجدد في أعشائي، يخليني أتجدد، ما يخلينيش أبقى عبارة عن مية راكدة. الروح القدس بيشبهه بالمية، مش مقدر مية راكدة لكن مية كويسة وموجودة. روح القدس جدده في أعشائنا. وإيه كمان؟ قال والروح القدس بيعطينا حكمة، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فين الحتة بتاعت الحكمة دي؟ موجودة في رسالة معلمنا بولس إلى أهل أفسس الإصحاح الأول عدد 17، يقول إيه؟ كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفة. روح الحكمة يا رب، نفسي أقرر في الموضوع ده زي اللي بيقول لي زميلتي عايزة تاخد معايا كافي. روح الحكمة، أفكر كده إيه اللي يخليني أخد معها كافي دي ليه؟ وأنا حبقى في بداية متاعب ليه؟ وليه اللي أنا أخش في موضوع ما أناش عارف؟ المواضيع كلها بتتدرج من سورة لسورة أسوأ، وأنسى أن أنا تعرضت. أخد مع دي كافي ليدي. فبيقول إيه؟ يعطيني روح الحكمة والإعلان في معرفته. فروح الحكمة والإعلان في معرفة ربنا يسوع المسيح ومعرفة التصرف في الحياة العملية. في ناحية التصرف في الحياة العملية بإرشاد الروح القدس، آية مشهورة جميلة قوي بيقول إيه؟ لأن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أولاد الله. أنا دلوقتي عايز أقرر الولد ده يخش أنهي كلية، البت دي أتعامل معها إزاي، أنا في سن والبت دي في سن، عايزة حكمة، عايزة إيه اللي يقودني؟ بيقول لأن الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أولاد الله. دول الناس اللي بينقادوا بروح ربنا، مش عقلي اللي يقودني ولا تفكيري ولا أحاسيسي، ده بينقاد بروح الله. لأن أنتم هياكل الله وروح الله ساكن جواكم. افرض واحد عاوز أنه يتقدم في حياة الطهارة وما يجيش على فكره أي أمور نجسة من هذا العالم، طب أعمل إيه؟ الذين ينقضون بروح الله هم أولاد الله، ما تجيش على فكره. علينا جزء، يعني الروح القدس مش حدينا تلقائي من غير ما احنا نطلب، لكن أنا أحاول أقول له يا ربي أنا عايزك تديني حياة طاهرة،
واسيب الروح القدس يقود حياتي، تبص تلاقي الروح القدس اداني حياه طاهره على مستوى كمان. لان الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم اولاد الله. يبقى نطلب قياده الروح القدس، نهتم ان احنا نشعر بيها، مش مجرد كلمه بنقولها. انتم هيكل الله وروح الله ساكن جواكم. ما هي معالم هذا السكون ان الروح القدس ساكن جوايا؟ يبقى انقاد بالروح القدس واشعر بثمار الروح القدس. ما هي ثمار الروح القدس اللي موجوده في غلاطيا 5؟ اما ثمر الروح 9 ثمار. اما ثمر الروح فهو محبه، فرح، سلام، طول انا، تعفف، الى اخره. كل هذه الثمار لو الروح القدس موجود جوايا وساكن جوايا اشعر بيها، مش مجرد كلام، لازم اشعر بثمار الروح القدس. وبالتالي في علامات لسكنة الروح القدس فينا. اول علامه انه يعلمني الصلاه واحب الصلاه، اعشق ان انا اقعد مع ربنا واصلي، وكمان يعزيني، وكمان يحامي عن نفسي لان اسمه البراكليت، وكمان بياخدني واحده واحده، ما بيتقلش عليا. الروح القدس بيرشدني على حسب الطاقه بتاعتي زي ما شفنا، وبيجدد مشاعري بحيث ان انا دايما تبقى حياتي مجدده، مش زي الميه الراكده تبقى زي الميه الجاريه. يجدد ايامنا كمثل القديم، دايما في سفر مراثي يقول يجدد حياتك كالقديم. يا ربنا يسوع المسيح اعطينا ان احنا نعيش نشعر انك انت ساكن جوانا، مش من بعيد بتعلمنا، مش بتتكلم معنا، لا ساكن جوانا. انتم هياكل الله وروح الله ساكن جواكم. لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. كل سنة وانتم طيبين. مرة تانية جزيل الشكر والتقدير عشان انتوا جيتوا، بالذات كل حاجة رشد كده النهاردة، بس نشكركم جزيل الشكر. أي سؤال أو أي حاجة تحت أمركم. طب نصلي. Thank you very much. آمين الليلو يا كريم زوك سابتري كأيو كي أجيب نيف ما تيكانين كأي كيستوسي أوناستوني أونون آمين. تن أوشي بولينجو إمو جي آبين شوي سيسوس بخريستوس إبقورو إنتي إبقو أفتم في فول وافشين اف ايب شو اني فوي اف اف اور بسوينا من بفيوت صوتي منو وهنا ينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوجيسون امين اسمو ايرويس اسمو ايرويس تي ماتانيا كوني ايبول قم باسمو بخريستوس بنوتي امين اس ايشو بي. يا ملك السلام امنحنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. لك المجد والعز والتقديس من الآن والأبد أمين. اجعلنا مستحقين النادي الآب باسمك، ونقول يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. كالملك والقوة والمجد الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم. أنا بشكر جزيل الشكر كل اللي بعتوا على التشات. أنا بس بطيء في حكاية الكتابة على التشات دي، فمش قادر أجاري، لكن thank you very very much and I read it كلها وما استاهلش خالص. شكرا جزيلا، ربنا يعوضكم كل خير. شكرا. نشوفكم النهاردة الساعة 8 إن شاء الله في حفلة لكل الأباء Father's Day. النهاردة في حفلة كبيرة جدا إن شاء الله 8 to 9 إن شاء الله. نشوفكم. سنة طيبة حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا.